مصر البلد، تنوع بلا حدود. هذا البرنامج برعايه اهلا بكم مشاهدي ومتابعي شاشه مصر البلد في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الكوره في اسبوع. النهارده هنتكلم مع بعض عن النادي الاهلي وانتخابات النادي الاهلي وكواليس انتخابات النادي الاهلي ونتيجتها، وايضا هنتكلم مع بعض عن مونديال روسيا وقرعه المونديال ومجموعه منتخب مصر، وايضا هيكون معانا مجموعه من اهم اخبار الاسبوع اللي هنبدا بيها مع بعض دي دلوقتي. نبدا من اخبار النادي الاهلي. الاهلي يفوز على انبي باربع اهداف مقابل هدف في اول مباراه تحت قياده المجلس الاداره الجديد. احرز اهداف الاهلي سعد سمير، وليد ازارو، جونيور اجاييه، والبديل احمد الشيخ. الزمالك وصل نتائجه السيئه ويتعادل مع نادي الرجاء بهدف مقابل هدف. افتتح اهداف اللقاء صالح موسى لاعب الزمالك السابق ولاعب الرجاء الحالي، وتعادل كاسونجو للزمالك. من اخبار الزمالك ايضا استقاله كابتن طارق يحيى ومدحت عبد الهادي ومدير الكوره حسين السيد بعد تراجع نتائج الفريق الفتره الاخيره، واتجاه لتعيين ايمن عبد العزيز خلفا لكابتن حسين السيد مديرا للكوره. عمرو جمال يصنع هدفا ويقود فريقه الجنوب افريقي بيتفيست للفوز ببطوله كاس جنوب افريقيا. كل التوفيق لنجمنا عمرو جمال المتالق في جنوب افريقيا. نشوف مع بعض الاسيست بتاع عمرو جمال. حقيقة عمرو جمال بيقدم مستويات جيدة جدا، وكل ده في صالح منتخبنا المصري ومدربه هيكتور كوبر. حسام البدري يفكر في الدفع بمهاجم الفريق العائد من إصابة بعد غياب طويل مروان محسن أمام الأسيوطي. طبعا عارفين مروان محسن من المهاجمين الأقوياء جدا واللي محتاجهم منتخب مصر والنادي الأهلي. مروان محسن كان طبعا اتصاب برباط صليبي في الآخر بطولة أفريقيا مع منتخب مصر، ولسه راجع من فصل التأهيل من الرباط الصليبي. كل التوفيق لنجمنا مروان محسن. في انجاز تاريخي البطل المصري محمد ايهاب يحصل على 3 ميداليات ذهبيه في بطوله العالم لرفع الاثقال المقامه حاليا بامريكا. طبعا انجاز حاجه جميله لمصر، مبروك لمحمد ايهاب. ودلوقتي هنختم مع بعض اخبارنا بخبر هو الاهم، وهو الخطيب رئيسا للنادي الاهلي. بعد واحده من اشرس واقوى واعنف انتخابات في تاريخ الانديه المصريه، نجح كابتن محمود الخطيب وقائمته بالكامل في اكتساح انتخابات النادي الاهلي. والخبر ده مش فرح بس جماهير النادي الاهلي، ده فرح جماهير الكره المصريه كلها، لان محمود الخطيب مش نجم النادي الاهلي بس، ده رمز واهم رمز من اهم رموز الكره المصريه كلها. محمود الخطيب كان بيمثل الشعبيه والجماهيريه وحب الناس في صراع مع الراسماليه اللي كان بيمثلها المهندس محمود طاهر، اللي طبعا بنكن ليه كل الاحترام. ونجحت جماهيرية الخطيب انها تحسم الصراع في الاخر رغم كل المحاولات الشرسة والقوية اللي اتعرض ليها بيبو خلال الانتخابات. تعالوا نطلع مع بعض ونشوف تقريرنا من انتخابات النادي الاهلي. الاهلي مش مجرد اسم او شعار، مش بس لون فان اللي يشبه دمنا،
مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الأهلي اسم في القلوب بحروف ذهب، مجد سمع في سنين طويلة متعذب في جدودنا. الأهلي هو الأهلي علشان السبب، وكل وقت يعلي دايما في السماء راية بلادنا. نادي المبادئ والمثال للاحترام، قلبه ينتصر على العقل في انتخابات الأهلي. شهدت انتخابات الاهلي اكتساح كبير من جانب الكابتن محمود الخطيب وقائمته بالكامل، وده كان واضح خصوصا قبل الانتخابات ب 48 ساعة بعد الهبوط الحاد لاسهم المهندس محمود طاهر بسبب تصريحاته الغير مناسبة في حلقة الاعلامي عمرو اديب. ايه المميزات بقى انك تبقى عضو مجلس ادارة او تبقى رئيس مجلس؟ لا طبعا هناك وجاهة اجتماعية. وجاهة طبعا، والوجاهة الاجتماعية دي بتنتهي بفوائد. ان انت تنتمي للنادي الاهلي وتبقى في مجلس الادارة، انت بتقدر تقابل اي مسؤول في الدولة، تقدر تخلص اي شغل في الدولة، تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها. تقصد اي شغل ليك ولا اي شغل للنادي؟ اي شغل ليك وللنادي يعني الاثنين. طب انا بشكرك على صراحتك يعني. اه طبعا ده مفيش شك. فانت بتقولي انه الناس بتهتم بهذا لانه بيديهم موقع جوه المجتمع. جوه بالظبط كده، جوه المجتمع. عشان كده كان همنا الاول وشغلنا الشاغل والاخير ان احنا نتقدم بقايمة ما عندهاش الحتة دي ومش موجودة عندها. كلهم ناس واصلة يعني والتعبير بين قوسين، كلهم ناس يتمتعوا في المجتمع بوجاهة اجتماعية معينة، كلهم حققوا مش محتاجين يعني. مش محتاجين. في يوم الانتخابات ظهرت منذ الساعات الاولى السيطرة الكاملة للخطيب، وخصوصا بعد تأييد عدد كبير من اللاعبين القدامى وعدد كبير من الرياضيين بالنادي على رأسهم ابو تريكة، حسام غالي، وائل جمعة، مصطفى عبده، وغيرهم كتير. وكانت تصريحات هيثم عرابي مدير التعاقدات بالاهلي سابقا بمثابة الضربة القاضية لطاهر في الانتخابات، بعدما اكد هيثم ان طاهر كان يدير الاهلي وفقا للاهواء والمعارف الشخصية. ولا يمكن ان نغفل ان الخطيب لعب جيم انتخابي ذكي جدا، وظهر ده بشدة في حرصه على الظهور بعد ان يظهر طاهر حتى يتفادى كل الثغرات التي وقع بها طاهر. وبفوز بيبو يبدأ الاهلي عهد جديد ليثبت للجميع بان لديه من الخبرات الادارية ما يكفي لادارة النادي الاهلي، وليس فقط خبرات كرة القدم. واخيرا مبروك عن نادي الاهلي شخصية محترمة زي محمود الخطيب. تقرير فاطمة الطوخي، الكورة في اسبوع. مقعد الرئيس محمود الخطيب. مبروك للاهلي وجماهيره، مجلس اداره بروح الفالنه الحمراء. من الحاجات الجميله ايضا ان كابتن محمود الخطيب اعتزل في تاريخ 1/12/88، وبعد مرور 30 سنه من اعتزال الكابتن والاسطوره محمود الخطيب في 1/12/2017، بعد مرور 30 سنه يبقى رئيسا للنادي الاهلي، وكان التاريخ يريد ان يكرم الاسطوره محمود الخطيب اللي اعتقد انه اللاعب الوحيد في تاريخ الانديه المصريه
اللي شغل كافة المناصب في ناديه. بدأ كلاعب في النادي الأهلي، ثم مرورا بمدير كورة، عضو مجلس إدارة، أمينا للصندوق، نائب للرئيس، ثم رئيسا للنادي الأهلي كتتويج لتاريخه الكبير. وده أكبر رد على أي حد اتكلم عن خبرات الخطيب الإدارية، وده أكبر رد على المشككين. كل التوفيق للأسطورة محمود الخطيب، وزي ما كان أسطورة كلاعب هيبقى الأسطورة في الإدارة وفي رئاسة النادي الأهلي إن شاء الله. الحقيقة قبل ما أختم كلامي عن انتخابات النادي الأهلي، عايز أوجه كلمة لكابتن شادي محمد اللي كان حواليه الفترة اللي فاتت كلام كتير، خاصة فترة الانتخابات. يمكن كابتن شادي ما جه من الكورون في 99، وقت ما جه الأهلي جه في عهد مجلس إدارة الراحل صالح سليم. كان وقتها موجود كابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي في مجلس الإدارة. وبعد كده شادي بعد وفاة الراحل صالح سليم من 2002 ل 2009 قبل ما يمشي من الأهلي، كان على رأس الإدارة كابتن حسن حمدي ومحمود الخطيب. يعني وقت ما جه نادي شادي الفترة اللي عاصر فيها كلاعب وكل البطولات اللي كل يوم بيطلع يقول انا خدت مع النادي الاهلي، خدت بطولات، انا كابتن النادي الاهلي، كانت في تاريخ الناس دي. يعني الوقت شادي بعد تواجده وانجازاته وبطولاته وحمله شرط الكابتن في تاريخ في وجود الكابتن حسن حمدي والخطيب، دلوقتي طالع يهاجم الرموز اللي عملت شادي واللي عملت اسم شادي واللي خليته كابتن النادي الاهلي. فانا بقول لشادي، يا كابتن شادي انت للاسف مهما كسبت انت خسرت كتير قوي، خسرت حب جماهير النادي الاهلي ومساندتها. من حقك تقف مع الكابتن محمود طاهر والمهندس محمود طاهر وتسنده، مفيش مشكله، رغم ان انت علاقتك بالمهندس محمود طاهر تقريبا لا تتعدى السنه ونص سنتين بتوع قناه الاهلي. بس مش ده مش معناه ان انت تطلع تهاجم وتغلط في الناس اللي خير عليك يا شادي، واللي خلت اسم شادي بقى معروف، واللي عملت منك نجم. الحقيقه دي ملهاش عندي لا تفسير واحد وبلاش اللي انا اقوله، بس اللي اقدر اقوله يا شادي ان انت فعلا بجد خسرت كتير قوي جماهير النادي الاهلي جوه النادي وبره النادي، خسرت كتير ككابتن للنادي الاهلي، لانك انت لو كابتن النادي الاهلي ملتزم بمبادئه لازم تحترم رموزه، تقدر رموزه، ما ينفعش انت كابتن النادي الاهلي وتهين اكبر رموز النادي الاهلي. وطبعا كابتن شادي شفنا طبعا لما طلع في حلقه مع ابراهيم عبد الجواد على دي ام سي، اتكلم ان هو بيعشق النادي الاهلي، النادي الاهلي خيره عليا، ما انا زعلت ما مشيت. انت طبعا لما مشيت في 2009 من النادي الاهلي رحت نادي الاتحاد، بعد كده نادي الاسماعيلي، وعايزين نشوف مع بعض احمد هات لنا الجون بتاع نادي الاسماعيلي اللي شادي بيقول قال لك عداله السماء وبيحتفل وراح لجماهير الاهلي وجاي يعيط النهارده. فكابتن شادي انت ختمت حياتك بره النادي، لعبت اتحاد، لعبت اسماعيلي، لعبت الهلال بني سويف، وكل انجازاتك كانت في النادي الاهلي في عهد الخطيب. تجريحك لكابتن الخطيب قلل منك جدا وافقدك جماهيريتك وحبك حب الناس ليك. ودلوقتي كابتن شادي احنا بنهدي اسره البرنامج، بنهدي لك الفيديو ده، نطلع مع بعض نشوفه. مقعد الرئيس محمود الخطيب بقى صعب عليك يا بني ادم. انا اسف حسيت انك خايف
النادي الاهلي بالنسبه لي تاريخ كابتن شادي مش بينسى، التاريخ بيذكر اللي وقف وحافظ على مبادئ النادي. انا مش بقول لك تأيد محمود طاهر، محمود الخطيب، كلهم رموز النادي الاهلي وكلنا بنحترمهم، حقك تأيد اي حد، تقف مع اي حد، بس بمبادئ النادي الاهلي. شفنا طبعا كابتن ايمن شوقي اللي جه من امريكا أيد كابتن محمود الخطيب. راجل ايمن شوقي كان لاعب في الكروم، جه النادي الاهلي وراح نادي الزمالك، ومع ذلك عارف رموز النادي الاهلي وتاريخ كابتن محمود الخطيب جه ايده. حتى محمد فاروق، محمد عمارة، ايا كان اي اسم ايد كابتن محمود طاهر او مهندس محمود طاهر، حافظ على يعني راح حط صوته في الصندوق، وما كانش كل يوم في القناه. حاولت قناه الاهلي مفيش حياه ده شادي، فالتاريخ شادي مش بيسامح. ودلوقتي نطلع من شادي، نطلع فاصل، وبعد الفاصل معانا ضيفنا استاذ مصطفى بكير الناقد الرياضي ومدير تحرير موقع وان سبورت، والحديث عن قرعه كاس العالم. فاصل ونواصل. هذا البرنامج مصر البلد، تنوع بلا حدود. ورجعنا بعد الفاصل ومعانا الناقد الرياضي الصحفي استاذ مصطفى بكير مدير تحرير موقع وان سبورت. نرحب بيك، اهلا بيك. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بيك استاذ مصطفى، منورنا. مبسوط اني معاك النهارده ان شاء الله. في البدايه بنبارك لك على موقع وان سبورت ونتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. ربنا يخليك باذن الله، ربنا يخليك ان شاء الله في الفتره الجايه واحد من اكبر المواقع في مصر ان شاء الله. ربنا يخليك، احنا بنحاول ان احنا نعمل موقع رياضي محترم محايد. معانا رئيس تحرير الموقع الاعلامي المحترم استاذ محمد الصاوي، فباذن الله ان شاء الله في الفتره الجايه يبقى موقع من المواقع الاولى في مصر باذن الله. كل التوفيق ليك وللموقع ان شاء الله. في البدايه هنتكلم عن الاهلي والزمالك. طبعا الشغل الشاغل الفتره اللي فاتت الجماهير والكره المصريه بصفه عامه كلها، خاصه الاهلي والزمالك، انتخابات الانديه. في البدايه هنسال عن انتخابات الاهلي والزمالك. شايف انتخابات الاهلي والزمالك، هل النتائج دي كانت متوقعه؟ والله هي احنا دلوقتي في مرحله ان كل انديه مصر كانت بتعمل انتخاباتها في التوقيت الحالي طبقا للقانون الرياضه الجديد واللائحه الاسترشاديه للناس اللي هي ما عملتش لائحه خاصه. طبعا انتخابات الاهلي والزمالك دايما عليها سبوت كبير،
النتائج بالنسبه للزمالك الاول، اسمح لي اتكلم عن الزمالك. بالنسبه للزمالك النتائج كانت متوقعه لدرجه كبيره، لان المستشار مرتضى منصور فعلا محقق انجازات كبيره على ارض الواقع، طفره كبيره في الناحيه الانشائيه، طفره بالنسبه ارضى طموحات جماهير الزمالك بالنسبه لفريق الكوره في الفتره اللي فاتت. لعيبه جديده، الزمالك حقق بطولات في الثلاث سنين اللي فاتوا، بطوله دوري، ثلاث بطولات كاس، بطوله سوبر. برضو على مستوى الكوره مش يعني محققش طموحات الجماهير بالشكل المطلوب بالمقارنه بالعشر سنين اللي فاتوا. لا، الزمالك حقق طفره، ودايما لما نيجي نحقق نشوف المستوى اللي احنا وصلنا له، ايه التارجت بتاعنا، مش لازم ان انا اوصل ان انا اخد كل البطولات، لا، في طفره حصلت كبيره جدا. نتكلم عن المميزات والعيوب. مرتضى منصور عمل طفره للجمعيه العموميه، اعضاء الجمعيه العموميه، وبالنسبه للجماهير الزمالك لا، في طفره، ارجع الزمالك تاني لخريطه البطولات. فبالتالي كانت فرص مرتضى منصور هي الاكبر في الانتخابات. طبعا كان نازل قدامه راجل محترم برضه شجاع، اللي يقدر ينزل قدام مرتضى منصور ده راجل شجاع، العميد احمد سليمان، وعمل جيم انتخابي برضه جيم قوي يعني. عمل جيم انتخابي محترم لازم نحترمه. نجحت قائمه مستشار مرتضى منصور بالكامل باستثناء على منصب النائب احمد مرتضى، ونجح مكانه الاستاذ هاني العتال. وطبعا الاستاذ عبد الله جورج كان في مكان فاضي في قائمه المستشار مرتضى منصور. دي مش مفاجاه، لان هاني العتال برضه من الناس اللي ليها شعبيه كبيره في نادي الزمالك. احمد مرتضى عمل برضه انجازات كبيره في الفتره اللي فاتت وبذل مجهود كبير، ولكن احنا دلوقتي في انتظار الحدث اللي كلنا بنتكلم عنه، ان الطعن على هاني العتال، وهل هاني العتال هيكمل في مجلس اداره ولا لا، هل المستشار احمد جلال ابراهيم هيكمل بعد القانون الجديد للقضاه ان هم لا يحق لهم الدخول في مجالس الاداره ولا لا، فده هيبان في الفتره الجايه. اما بالنسبه لانتخابات النادي الاهلي فهي كانت من وجهه نظري هي اشرس انتخابات في تاريخ النادي الاهلي، واشرس انتخابات في تاريخ الانديه الرياضيه المصريه على الاطلاق. قائمتين في منتهى القوه، كان حجم الدعايه والانتخابيه ما شفناهوش في تاريخ الانديه المصريه، حجم دعايه انتخابيه باهظ، تكاليف كبيره دفعت بارقام مذهله، ودي كانت النقطه اللي دايما الناس بتنتقد فيها الانتخابات. انما الشخصيات الموجوده في القائمتين شخصيات على اعلى مستوى ممكن، فعلا شخصيات كلها مشهوره، شخصيات حققت نجاحات، قامت قبل كده، كانت منهم ناس كتيره جدا في مجالس اداره سابقه للنادي الاهلي. الفرق بقى بين انتخابات النادي الاهلي وانتخابات نادي الزمالك ان فعلا الاستاذ محمود طاهر كان من الناس، شخصيه محترمه جدا، حقق نجاحات في الثلاث سنين اللي فاتوا، سواء على مستوى برضه طفره انشائيه، بنى فريق كوره جديد للنادي الاهلي، حقق بطولات، ثلاثه دوري في الفتره اللي فاتت، حقق فائض ميزانيه يصل ل 200 مليون جنيه، فكان في رضا كبير جدا من اعضاء الجمعيه العموميه. فكان دايما ناس كتيره بتقول ان فرص الاستاذ محمود او المهندس محمود طاهر عاليه. المشكله المهندس محمود طاهر باختصار انه تصادم ووقع قدام الكابتن محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي ومعشوق جماهير النادي الأهلي. جماهيرية وحب الناس طبعا. جماهيرية طاغية. محمود الخطيب في قلوب الأهلاوية والزملكاوية وجماهير مصر كلها. ده الفارق البسيط ما بين ده اللي عمل الانقلاب في توقعات بالنسبة للانتخابات. تمام. طب بيطلع من انتخابات الأهلي والزمالك نتكلم عن الدوري العام. يمكن الأهلي رغم اللي ليه مؤجلات بس ماشي بشكل كويس، في انطلاقة كويسة ونتائج، بيكسب 3 و4. آخرهم طبعا أمام إنبي 4-1. الزمالك على العكس تماما، سموحه اتغلب من سموحه، المقصه اتغلب من المقصه، الرجاء تعادل، نيبوشا مش بيقدم المستويات المطلوبه، والدليل برضو النهارده الجهاز الفني طبعا انباء عن استقاله طارق يحيى ومدحت عبد الهادي وحسين السيد. شايف الزمالك السنه دي في دروب في البدايه، اللي حوالي 12 بونت في بدايه الدوري كده برضو بيبعد بشكل كبير، ولا ممكن يقدر يرجع تاني؟ انا دايما ببقى متفائل لاي فريق انه ممكن يرجع، وان المسابقه لا تنتهي الا اذا كان عدد النقاط المتبقيه اقل من ولسه طبعا الكلام بعيد، بس لسه بعيد الفريق، ولكن البدايه من وجهه نظري هي بدايه كارثيه، طبعا كارثيه لنادي الزمالك. ولكن ايه السبب؟ فقدان نقاط كبيره جدا. الزمالك في الفتره الاخيره هزيمتين، 4 تعادل، 5 فوز بس من 11 مباراه، حقق 19 نقطه في حيث ان النادي الاهلي 22 نقطه وناقص له 4 مباريات متبقيه. ايه اسباب تراجع نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت؟ هي مجموعه من الاسباب عشان ما نظلمش حد معين. اسباب تراجع اي فريق هي اولا بيبقى لازم تبص على المدير الفني، ولو كان في مدير فني اجنبي اشوف الجهاز
المعاون للمصري، اللاعبين، ده عنصر هام جدا، الاداره. دول الثلاث محاور اللي دايما نتكلم عليهم ونشوف مين يتحمل المسؤوليه اكتر. في مقوله لالكس فيرجسون المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد يقول لك ان اللاعبين يتحملوا 70% من المسؤوليه، وفي 30% مقسمه ما بين الجهاز الفني والاداره. فانا شخصيا في تقديري ان السبب الرئيسي لتراجع نتائج نادي الزمالك يعود على اللاعبين. طب ما اللاعبين دي اللي جابها لمجلس الاداره. جميل جدا. هل اللاعبين مجلس الاداره جاب لاعبين على اعلى مستوى؟ 30 لاعب. دي مشكله السنين الاخيره للزمالك، المفروض لو في استقرار فني المدير الفني هو بيسيب تقرير بيجيب اللعيبه السنه الجايه وبيقول انا ما همشي دول واجيب دول. للاسف لينا سنتين ثلاثه الزمالك في الموسم بنشوف خمس ست مديرين فنيين لو ما كانش في دور من الدورين. فده عامل يعني المجلس الاداره اللي بيختار اللعيبه، فهنا لو هتلوم او تحاسب حد مفيش جهاز فني تحاسبه هو اللي اختار اللعيبه دي. نيبوشه جه لا اللعيبه موجوده، انت بتمشي 17 18 لاعب بتجيب قائمه كامله مكان قائمه كامله. فهيجي منين الاستقرار الفني؟ اكيد كلام يعني معاك في النقطه دي، بس ان الاداره هنا نمره واحد في الزمالك. كلام حضرتك صحيح 100%، الاداره هي اللي جابت اللعيبه، هي جابت افضل لعيبه موجوده في مصر. ولكن السؤال، هل نيبوشه قدر يعرف كل مستويات اللعيبه؟ هل نيبوشه لعب كل اللعيبه؟ ما اعتقدش ده حصل. اعتقد ان ده كان دور المفروض يكون دور الكابتن طارق يحيى، انه يوضح مستويات اللعيبه المختلفه. في الفتره اللي فاتت في لعيبه، يعني مثلا الماتش الاخير ماتش الرجاء، ماتش الرجاء انا في اول دقيقه اول ما شفت التشكيل قلت الفريق الزمالك ده لا يمكن يكسب. فاجئنا بايمن حفني وخالد قمر وباسم مرسي بيبداوا وليهم فتره ما بداوش. يا فندم في لعيبه فعلا، في لعيبه بعيده نتيجه المستوى البدني، وفي لعيبه بعيده نتيجه نقص في المستوى الفني، ودي نقطه انا بحاول الفت الانتباه اليها. لا، في لعيبه عندها نقص في المستوى الفني، ولما نيجي نرجع شايف مين ابرز اللعيبه اللي عندهم بعيد عن فنياتهم او ادائهم؟ بلا شك انا يعني بتكلم بمنتهى الصراحه، خالد قمر بعيد جدا جدا جدا. باسم مرسي على الرغم ان هو خامه طيبه جدا وامكانيات بدنيه هائله، ولكن ده فيه واضح ان هو مهتز على المستوى الفني بطريقه غير طبيعيه. مفيش تركيز من وجهه نظري، باسم بالذات مفيش تركيز. لو جينا نتكلم على لعيبه ثانيه هتكلم ان في معروف يوسف مثلا في خط الوسط بقاله سنتين ثلاثه مع الزمالك، في انتقادات شديده لاداء معروف يوسف، اداء بطيء. لو جينا نتكلم على كابتن الفريق، كابتن فريق نادي الزمالك هو احمد توفيق. لا، من وجهه نظري احمد توفيق بعيد كل البعد على ان هو ممكن يلعب في الزمالك في الوقت الحالي. كل خسائر من وجهه نظري خسائر الزمالك في الفتره السابقه، خساره ثلاثه دوري، لو رجعت مباريات الاهلي كلها جايه من ناحيه احمد توفيق. ده بعض اللعيبه اللي بتكلم عليهم. لو جينا نتكلم على نجوم منتخب مصر، نجوم منتخب مصر مين في الزمالك؟ عندنا الحارس مصر الاول زي ما كان بيتقال احمد الشناوي، وهو الحارس المفروض ان هو كان بروميسنج جدا يحقق اعلى من كده، وفي الفتره الجايه فيه اهتزاز كبير جدا في مستوى احمد الشناوي. لا يمكن الجون الاخير بتاع ماتش الرجاء انه يجي في احمد الشناوي، في ماتش المقصه اخطاء غريبه لاحمد الشناوي، انا برجحها برضو النقص في التركيز. علي جبر، طب في جنش وفي عمر صلاح، انا وجهه نظري الثالث مستواه كويس جدا، وجهه نظري لابد من اعطاء الفرصه لجنش ولعمر صلاح بعد كده حسب مين المصاب او مين اللي يقدر يلعب. احمد شناوي مستواه الحالي لا يؤهله ان يلعب في الزمالك، لا يؤهله ان يلعب دلوقتي. النادي الاهلي اما كان عصام الحضري في قمه مستواه جاب له كابتن نادر السيد عشان لازم حارس المرمى بالذات يحس ان في منافس ليه قوي. لو جينا نتكلم على خط الدفاع، علي جبر تاني لاعب في منتخب مصر فيه اهتزاز غير طبيعي في المستوى. ده عايز يوصلني لسؤال مهم معاك، ان بعيدا عن الناحيه الفنيه الناحيه النفسيه والمعنويه اللعيبه كلها، لو في لاعب او اتنين او ثلاثه بعيد عن مستواهم ممكن يكون يعني بعيد عن مستواه لفتره معينه، لكن لما تلاقي مثلا سبعه ثمانيه من الفريق او الفريق كله بعيد عن مستواه، هنا في حاجه في الناحيه المعنويه والنفسيه مع اللعيبه. فده تفسره انت لا ده اكيد كلامك صحيح. يعني بالنسبه للشناوي وعلي جبر في اهتزاز في المستوى وناحيه نفسيه، اعتقد ده لازم يرجع للمدرب، لازم يكون له دور، الاداره لازم يكون لها دور. انما اللعيبه اللي مستواها الفني هابط، فين بقيه القايمه؟ 30 لاعب، في لعيبه ما شفناهاش لسه. يعني في مثلا احمد كابوريا وعبد الله الشامي اتشافوا ماتش واحد، محمد الشامي ماتش واحد اول ماتش واستبعدوا تماما. جماهير ناسيه اللي هم في الزمالك اساسا. في لعيبه كتيره ما شفناهاش في الزمالك، انت فين بقيه اللعيبه هنشوفها امتى؟ فده اللي انا بتكلم فيه. لا، في لعيبه لازم تلعب، لازم يلعب اللعيب الافضل. انت جايب داووده، داووده من افضل لعيبه خط الوسط، انت مريحه ليه الماتش اللي فات؟ فين داووده؟ يبقى انا بحب اركز على اول حاجه اللعيبه، وان انا اجرب كل لعيبه واختار افضل توليفه. في لعيبه لا تصلح انها حاليا تبقى موجوده في التشكيل الاساسي على الاقل. الجزء الثاني، لو نيبوشه
ما كانش شايف دوت. ده كان دور الكابتن طارق يحيى ان انا اعرفه. لازم المدير الفني المصري ايه دوره؟ اعرفه واكلمه على تاريخ اللاعب سواء في الزمالك او في الانديه الاخرى. تمام. ده نقطه مهمه جدا اللي انا اقصده في بالنسبه للزمالك. شايف نبوشه يقدر يكمل ولا صعب؟ والله نبوشه يعني انا شايف ان عشان طبعا الانتقاد كتير للمستشار مرتضى منصور ان هو بيغير المديرين الفنيين. طب هو سابه اهو ما بيغيرش مدير الفني لما يحصل سلسله من الانهيارات في الفريق. ولكن انا من وجهه نظري انا ان لا يستمر نبوشه ويكمل. ممكن يحصل تغيير. تحس ان اللاعبين نفسهم بقى عندهم يعني تعودوا اللي هو كل فتره النتائج تبقى سلبيه كانهم في انتظار مدير فني جديد. يعني حاسس معنويا اللعيبه في انتظار تغيير نبوشه. ما هو عشان كده لازم رئيس النادي يطلع يقول المدير الفني مكمل لاخر السيزون، هيكمل باي طريقه ممكنه. انا شايف ان الزمالك دلوقتي من وجهه نظري ان هو لازم يبني فريق. الدوري ما بحبش اقول الكلام ده بس الدوري بدا يبعد عن الزمالك في ظل تقدم واداء ثابت للنادي الاهلي المنافس الاول وبقيه الانديه الاخرى. تفتكر الاسماعيلي ممكن يقدر يخش ينافس مع الاهلي؟ الاسماعيلي بيأدي اداء رائع جدا، رائع بشكل كويس. اداء رائع ونتائج مبهره. الاسماعيلي هينافس. لو الزمالك ما فاقش الاسماعيلي اعتقد المركز الثاني او الاول. يستطيع الاسماعيلي ان هو يكمل. اداء لعيبه ممتاز. مدرب دي صبر عامل توليفه رائعه، اداء سريع و دي صبر مدرب هايل صراحه. بدانا نعود لكره الدرويش زي ما كان بيتقال قبل كده. كره الدرويش الجميله. ايه رايك نطلع من الحديث عن الاهلي والزمالك والكره المحليه نطلع نتكلم عن مونديال روسيا والقرعه؟ طبعا كان حدث عالمي تواجد مصر بعد غياب طويل 28 سنه. كلنا طبعا تابعنا القرعه باهتمام. نتكلم عن مونديال روسيا وقرعه كاس العالم. الحدث الاكبر حاليا في التوقيت الحالي قرعه كاس العالم المقامه في بطوله كاس العالم هتقام في روسيا. التقسيم المجموعات لثمان مجموعات عن طريق التصنيف الاخير للمنتخبات في ترتيبها في الفيفا. في مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، مستوى رابع. منتخب مصر عشان بس الناس تبقى عارفه كان في ترتيبنا مستوانا في المستوى الثالث. كلنا كنا خايفين او في حاله قلق ان نصطدم في فريق من مستوى، لازم هيبقى عشان بس توضيح للناس، لازم يكون في فريق من المستوى الاول وفريق مستوى الثاني وفريق مستوى الثالث وفريق مستوى الرابع. اكتر عدد من الفرق من قاره واحده هو ممكن يكون فريقين من اوروبا. باستثناء كده ما ينفعش يكون في اكتر من فريق من قاره واحده. احنا حظنا من وجهه نظري اكتر المتفائلين ما كانش يتوقع ان احنا نقع في المجموعه اللي احنا وقعنا فيها. انا لا اقلل من المجموعه وهوضح لحضرتك وجهه نظري، ولكن احنا كنا متوقعين يبقى معانا فريق من التصنيف الاول. بس المجموعه مش بالسهوله اللي انا هوضح لحضرتك القصه دي. بس الاول اول نقطه عشان نعرف برضو احنا ليه حظنا كان كويس مؤقتا، ان احنا التصنيف الاول في اقوى فرق في العالم، المانيا، البرازيل، البرتغال، الارجنتين، بلجيكا، بولندا، فرنسا. روسيا ترتيبها رقم 65 على مستوى العالم. هي اتحطت في التصنيف الاول لانها الدوله المنظمه. فده كان من حظنا، اولا معانا فريق من التصنيف الاول رقم 65 على مستوى العالم. رقم اثنين معانا اوروجواي من التصنيف الثاني، تصنيف اوروجواي رقم 21 على مستوى العالم، وبعدين تيجي مصر في التصنيف الثالث رقم 31، وبعدين السعوديه رقم 63. المجموعه لا يمكن اقدر اقول لك ان في مجموعه سهله. اي فريق قدر يوصل لكاس العالم فهو فريق محترم وفريق قوي وفريق يجب ان احنا نديله كامل احترامه. ولكن المجموعه في المتناول. دلوقتي التارجت بتاعنا دلوقتي ان احنا نصعد للدور الثاني. من وجهه نظري. معاك منافس. منتخب مصر يقدر يوصل للدور الثاني؟ منتخب مصر ان شاء الله يقدر يوصل للدور الثاني. هقول لك حاجه اضحكك، ان الاربع منتخبات لما اتسال مديرينهم الفنيين وبلادهم لا كلهم متفائلين ان هم يصعدوا. يعني كلهم معتقدين ان المجموعه في المتناول. انا من وجهه نظري الفريق اللي هيقدر يوصل للدور الثاني هو الفريق الاكثر تركيزا، واللي ياخد كل مباراه ثلاث نقط بثلاث نقط، ما يبصش هو لاعب مين. احنا معانا اقوى فرقه في المجموعه هي اوروجواي. احنا هنلعب مع اوروجواي في اول مباراه لينا. من وجهه نظري احنا محتاجين تركيز عالي جدا للفريق دوت. شايف البدايه دي في صالح مصر ولا بدايه صعبه شويه؟ لا البدايه دي في صالح مصر، على اساس ان برضه يعني ممكن تكون ما اتكشفتش قوي قدام اوروجواي لانها اقوى فرق المجموعه، بس تكون لسه غفلانين عنك. هم عارفين محمد صلاح، كل المديرين الفنيين يتكلم عن منتخب مصر يقول لك محمد صلاح هو اكتر واحد متشاف.
فريق اورجواي فريق قوي جدا، مش بس عشان في التصنيف الثاني، اورجواي عندها اثنين سترايكر او اثنين فراوده اقوى من اقوى فراوده العالم حاليا، كافاني نجم باريس سان جيرمان ولويس سواريز نجم برشلونه. عندك اثنين سنتر باكات اقوياء جدا، جودين وخيمينيز الاثنين نجوم اتلتيكو مدريد، ففريق قوي ومحترم وله فرص طبعا، ولكن احنا لنا فرص ايضا احنا ممكن نعمل نتيجه كويسه معاه على الاقل تقدير التعادل. ده بالنسبه لاوروجواي. بالنسبه لتاني مباراه لينا اللي هي هتبقى مع روسيا. روسيا قلنا انها تصنيف رقم 65 على مستوى العالم، ميزتها انها بتلعب على ارضها في وسط جماهيرها، ولكن منتخب الروسي هو منتخب متوسط طالع نازل، ممكن يلعب ماتش عالي وماتش متوسط مش ثابت. احنا نقدر نعمل معاه نتيجه كويسه. هيتبقى لنا الفريق السعودي اللي انا بحذر من الفريق السعودي. ليه؟ لسابق خبره معاه. احنا في بطوله القارات سنه 99 كان معانا مجموعه فيها بوليفيا فيها المكسيك فيها السعوديه، تعادلنا مع بوليفيا 2-2 وتعادلنا مع المكسيك 2-2 واتغلبنا بنتيجه كارثيه من السعوديه. بس كان ماتش ليه ظروف التحكيم وحصل كذا حاله طرد واكثر من حاله طرد. اتطرد ثلاث لعيبه في الماتش ده فعلا، ولكن اللي اقصده التركيز. احنا اللي محتاجينه في الماتش في المجموعه دي التركيز، ونحن قادرين على ان احنا نصعد للدور الثاني باذن الله. من وجهه نظرك واحنا بنشوف شكل المجموعات مع بعض، شايف من وجهه نظرك اصعب المجموعات ايه اللي في كاس العالم؟ والله بالنسبه لاصعب المجموعات انا شايف ان المجموعه السادسه مجموعه المانيا المكسيك السويد كوريا الجنوبيه من المجموعات القويه جدا. ما تقدرش تقول ان في مجموعه يعني مجموعه الموت زي ما بيتقال. هي مجموعه الموت بتتقال بالنسبه لبعض الفرق لما يحس ان هو معاه فرق اقويه، انما المجموعه دي فيها فرق متوازنه جدا اللي هي المجموعه السادسه من وجهه نظري، وممكن يجي بعديها المجموعه الرابعه اللي هي فيها الارجنتين وايسلندا وكرواتيا ونيجيريا. من حيث حتى التصنيف الارجنتين في تصنيف رابع، ايسلندا 20، كرواتيا 18، نيجيريا 41. فده برضو يعني الرابع المجموعه الرابعه والمجموعه السادسه من اقوى المجموعات اللي موجوده في كاس العالم، كلها على رؤوسها فرق مرشحه انها تحصل على البطوله. شايف حظوظ تونس والمغرب ازاي بعد وقوعهم تقريبا في مجموعتين صعبين؟ يعني تونس تقريبا معها المغرب معها البرتغال واسبانيا وايران، مجموعه مستويات قويه فيها، وتونس معها بلجيكا وبنما وانجلترا. الفريقين يعني المنتخبين المنتخب المغربي والمنتخب التونسي في مجموعات فعلا مجموعات صعبه، ده اللي بنتكلم عليه. المنتخب المغربي الاول معاه البرتغال واسبانيا وايران، وما ينفعش ان احنا نغفل ايران. الكره الايرانيه منتخب ايران منتخب كويس، منتخب قوي. منتخب البرتغالي وما ادراك ما المنتخب البرتغالي، حصل على بطوله اوروبا الماضيه كريستيانو رونالدو. المنتخب الاسباني وهم برازيل اوروبا. طيب ايه فرص المنتخب المغربي؟ المنتخب المغربي يجب ان يؤمن بحظوظه في البطوله. المنتخب المغربي معاه اقوى مدير فني في افريقيا هيرفي رينار، مدرب قوي جدا جدا، حقق بطوله افريقيا مع زامبيا، صعد بكذا فريق لكاس عالم، حقق بطوله افريقيا بكوت ديفوار، صعد بالمغرب، حقق كلين شيت في 6 مباريات، ودي نقطه مهمه. المنتخب المغربي يمتلك دفاع قوي جدا، ورجع بقى اللعيبه المحترفين على اعلى مستوى، واصبح يعني عنده كلين شيت ورا ما بيجيش في جوان، وبيحرز اهداف كتير جدا، هزم كوت ديفوار في كوت ديفوار. فانا شايف ان المنتخب المغربي رغم صعوبه المجموعه الا انه ممكن يكون عنده فرص بمدرب قوي، وقدر الحقيقه يرجع مستوى المغرب لمستوى المغرب بتاع الجيل بتاع بشير صلاح الدين ونور الدين نايبت والجيل القوي ده. وده التاهل الخامس للمغرب. المنتخب المغربي والمنتخب التونسي عندهم خبرات في كاس العالم. المنتخب المغربي بقاله حوالي 24 سنه بعيد عن التصفيات، ولكن انا شايف انه ممكن يكون عنده فرص. تونس بعيده 18 سنه وبتاع المغرب 24 سنه تقريبا. بالنسبه لتونس، تونس معاها بلجيكا ومعاها انجلترا ومعاها بنما. المنتخب البلجيكي انا في تقديري هيبقى الحصان الاسود للبطوله. المنتخب البلجيكي بفكرك هيبقى الحصان الاسود للبطوله. بلجيكا. المنتخب بلجيكا. وتصنيف منتخب بلجيكا متقدم جدا. رقم 2 معاك منتخب انجلترا، هم صناع كره القدم في العالم، من اقوى دوري في العالم البريمير ليج. منتخب بنما هو المنتخب اللي ممكن المنتخب التونسي يكون قادر عليه. منتخب تونس معاه مدرب برضه قدير ومحنك، نبيل معلول، حقق نتائج طيبه جدا وتاهل بمنتخب التونسي بعد فتره طويله. هو المدير الفني العربي الوحيد اللي تاهل
بمنتخب عربي لكاس العالم. الحقيقة بشكر حضرتك، للأسف وقتنا خلص، كان نتمنى نستمتع بآرائك وتحليلاتك أكتر من كده، بس للأسف وقتنا خلص. في النهاية بشكر حضرتك أستاذ مصطفى بكير، ناقد رياضي ومدير موقع وان سبورت، وإن شاء الله تنورنا في حلقات تانية قريب إن شاء الله. أنا اللي سعيد إن كنت معاك يا كابتن محمد، وإن شاء الله في حلقات نورتنا. في النهاية بشكر حضراتكم، أتمنى إن شاء الله تكون حلقة عجبتكم، وإلى اللقاء وحلقة أخرى جديدة وبرنامجكم الكرة في أسبوع.